اختبار ارجع لكم مداخله مختصره ومركزه بس. انا اعطيت التقرير نبيل رجب، الان نبيل رجب هاي صار تاريخ. انا اعطيت التقرير نبيل، قلت نبيل هذا التقرير سربه لان ابغى خلاص خلي الناس تعرفه، لان الموضوع فلت، الموضوع فلت. الدكتور تقريبا بيغادر او غادر، فاخذ التقرير. انا ما عندي الاليات عشان اوزعه، انت عندك طريقتك وزع. وبالفعل التقرير في غضون 24 ساعة حقيقة، نبيل عفية على نبيل، في غضون 24 ساعة التقرير في كل مكان في الدنيا. أنا مع الدكتور صراحة، يعني ما زلت أعتقد أن التقرير لم يستوعب بالقدر الكافي من الحركة السياسية، وما زال لم يستوعب بالقدر الكافي ويستثمر على النحو المرجو. والكثير يروح لي لنوايا الدكتور صلاح وما شاء الله اوكي، ولو ينسى لي القصة الرئيسية، وهذا ديدن النظام انه يغير القصة ويروح لي يدخل لي في النوايا. ترك القصة، عندك وثيقة خطيرة استثمرها واستفيد منها، وعندك شاهد عيان لما يحاكي ضدك من أمور. احسن شيء بس علي بس دقيقه بس ثانيه دكتور، في صدر تقرير مزور مباشره. اي نعم، بس تقول لنا شنو معلوماتك عن تقرير مزور؟ التقرير المزور اصلا انا من الامن الوطني جشال الكمبيوتر بتاعي والحاجات، فقالوا هم عملوا حاجتين، طلع القرار بابعادي بانه انا جزء، لو تذكر انه طلع القرار بانه انا كنت مشارك في عمليه انقلابيه بواسطة الاستخبارات البريطانية يعني، وتم يعني أخذي على المطار. الملك كان في رحلة صيد، طلع يوم الخميس لو تذكر، هو طلع أصلا مشى البحر يعني، فأخذوني على المطار وركبت طيارة أنا ومعايا بس ضابط بتاع أمن، طيارة الإكزيكتيف سيتر هذه اللي فيها 8 يعني ركاب، ونزلت في 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 مطار لندن. استقبلني واحد من الخارجية واحد من الاستخبارات يعني بريطانية يعني، لأنهم أورد عندهم التقرير كويس ويعرفوا، وبيضحك حتى الرجل بتاع المخابرات اللي اخذني وداني البيت بيقول له يعني انت في هذا ديبارتمنت في الاي ماي 6 ما احنا ما عارفين يعني، بيصخر بيضحك يعني. وبي فالتهمه اللي طلعت حتى في الوطن لو تتذكروا انه اكتشاف عمليه انقلاب مش عارف بريطانيه وعميل مخابرات بريطانيه وغيره، هذا كان كله جزء من محاوله التغطيه وتزوير التقرير، وحتى ذكر فيه اسمك ودخلت وحاولوا هم يلعبوا، لكن كان هو اوريدي ها ايوه يس. هو الحقيقه الحاجه اللي هم ما عارفينها انه النسخ الاصليه كانت اوريدي موجوده، وانا اعتقد بانه الشباب اللي كانوا معي في هذا الموضوع وشجعان، واكد مره اخرى ما فيهم ولا واحد شيعي، يعلمون النظام يعلم بالمناسبه لعلمك انه النظام لمده شهر كامل بين اصدار التقرير وابعادي كان في 4 اسابيع، في خلال هذه ال4 اسابيع كان كل الحرص بانه يعرفوا اتصالاتي. انا قفلت التلفون بتاعتي والشريحه بتاعتي حطيتها في النار وجلست بدون تلفون، لأن هم كانوا عايزين يعرفوا ما هي الشبكة، من هم الخونة داخل هذا ال لا نفس ال نفس لا هو جهاز الأمن الوطني جزء من الخلية يعني ما كان أيوة كله. نعم فأنا عايز أقول حاجة، أنا أختم هذا الكلام بقول بالآتي يا إخواني يا أحباب، هو المسألة مصيرية ومصيرية، وأنا بقول هذا الكلام بصورة أخلاقية، ولا عندي أي حق أخلاقي أن أنصح ولا أن أقول، لكن أنا أعتبر نفسي شريك في هذا الصراع يعني، أنا هو صراع ضد الظلم يعني أيا كان في السودان أم هنا أم في أي حتة، وهذا اللي بيخلي شخص في عمر لورد إيفبري يعني هذا رجل يعني أنا بعتقد أنه بالمفاهيم الكنسية قديس يعني، بهذا التجرد والنزاهة والإصرار على الحق، وهو ملهم لنا كلنا يعني فيما يعمل يعني. ملهم، ومش لأنه أنا عضو في حزب معاوي يعني أو جزء من الانتراج بتاعه، لكن لأنه هو رجل ملهم في حياته كلها يعني، إنه الحق حق في بريطانيا أو في الواقع يعني. فالآن داير أقول إنه المعركة بتاعتكم صعبة، ال4 سنوات القادمة هي ال4 سنوات العجاف وليس السنوات الأسهل، العدة هو الأسهل بصراحة يعني. إذا كان في كلمة واحدة ممكن أقوله أمشي بها من هنا، عايز أخذ في زينكم إنه الآن الموضوع بتاع الدوائر وغيره وغيره هذا كلام فارغ، مسيقة هذه مع تخط في رأسي هنا وثيقة المنامة هذه أخذتها في رأسي واحترمها، لكن هذه مش الإشو. الإشو إنه هوية البحرين، والبحرين كما عرفتوها أنتم، هذه البحرين كما عرفتوها في المخطط
انا عايز اجلس يا شيخ علي سلمان داير اجلس مع ولي العهد، بقول والله يا اخي بصراحه جزء من اجراءات بناء الثقه بيني وبينك انا عايز نسخه او على الاقل اكون لجنه من مختصين يطلعوا على اصول هذا المخطط الاستراتيجي، ويطلعوا على مش بالضروره يحقق، نطلع على احصائيات حقيقيه عن التجنيس، لانه حتى الاحصائيات اللي بيطلعها يعني حس حتلقى هنا في هذه الاحصائيات في تلاعب رهيب جدا. انتخابات 2010 اتنقلت ارقام انتخابات 2002 منها و2006، يعني الارقام اللي خاصه في الكتله الانتخابيه وفي غيره ل 2010 هي نفس الارقام بتاعت 2006، ولا زاد صوت واحد فيها، نفس الارقام، ولا عدت ولا في حد وقف ولا سال ليش هذا العدد، لانه في تزوير وفي تلاعب بالارقام. والهدف الاساسي ان انت لما تجي في سنه 2000 يعني تاجل هذا الموضوع زي ما قلت ب 2010 الان اجل الى 2018، انت لما تجيني في 2018 اذا ربنا مد في الاعمار وعشنا، قول انه صلاح قال انه زي ما 2008 كانت حاسمه في انه عدد الاجانب تفوق على عدد المواطنين، سنه 2018 الانتخابات يعني الخاصه ب 2014 دوره 2014 الحكم حيجلس معك، لانه في 2014 اول قوانين مشاريع قانونيه حتجاز انه حتتحول الانتخابات من اوامر ملكيه الى قانون حسب منطوق الدستور اصلا، وحيصدر تشريع وحتعاد الدوائر زي ما انت عايز وغيره، لكن البحرين حتكون أسوأ من اسرائيل، أسوأ من الضفه الغربيه، حتكون في مستوطنات، المواطن البحريني لن يكون عنده حتى قدره في انه يروح على ديار البحرين ولا دره البحرين ولا حتى في المدينه في الوسط. واول امس انا اكثر حاجه استفزتني اول امس انه الحكومه بما فيهم ولي العهد بيقسم في مساكن للعسكريين، وفي ناس في المدينه الشماليه من سنه 92 و93 بيبحثوا عن ارض. فوجئوا الناس في المدينه الشماليه اللي هي من سنه 2002 حلم انه بيعت اراضيها حتى للناس الاخرين. فانا عايز بدون ما اعيد اكرر الكلام، انا حسلم الاخ علي هذه بخط ايدي وبمسؤوليتي مت او حيت، يعني صور اي صفحه، واتمنى انه لو في اي شخص عايز اي واحد من الناس يصور له، وبعد ما تخلص منه اجيب له راجع، اذا في اي معلومه انت عايز تسالني منها اسالني منها، لانه هذه انا ما حبيت اطبعها كتبتها بخط يدي عشان انا برضو اخلاقيا اكون مسؤول منها. يعني انا داير اقوله انه في نهايه الامر يجب ان تتغير النظره، هذه الخدعه بان هنالك حل لن يوجد حل، هتستمر الامور في تشويه وخداع وهتستمر في هذا الخط. لما تجي ان شاء الله في الدوره بعد 2018 نعم لن يفرض، لن يفرض حل، لانه هي الحكومه نفسها ما عايزه حل الان، ما عايزه حل، هي عايزه تكسب الوقت، عايزه تكسب الوقت عشان تكمل المشروع. احسنت دكتور. لا ما في حل، ما احسنت دكتور. احنا نشكر الدكتور صلاح البندر.